مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا استضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بالأستاذ عصام القوصي صاحب مرسيدس آر أس كراج. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ عصام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. طبعا إحنا تشرفنا كثير إنه موجودين داخل الكراج الخاص بحضرتكم أستاذ عصام. الآن بحب أتعرف عليك ونعرف المشاهدين أكثر عن الأستاذ عصام القوصي وعن بدايتك هون بدولة الإمارات. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا جيت هنا في دولة الإمارات سنة 1994. ما شاء الله. وكان عندي بيزنس مجوهرات، أنا خبير أحجار وماس. ففتحت محل في سوق الذهب. وبعد فترة بعت المحل واتجهت إلى الجراج. شو الفكرة بعيدة من الذهب للجراج؟ شو اللي خلاك تنقل هاي النقلة النوعية؟ ما هو كله لكجري ايتم يعني. أها، مرسيدس صحيح. والجولوري نفس القيمة. نفس تقريب. القيمة حلو. بس فأنا بقى جيت هنا في سنة 94، وبعدين فتحت الجراج ده في سنة 1998. حلو، يعني تقريبا 25 سنة. تقريبا 25 سنة ما شاء الله. الحمد لله وربنا وفقنا ونجحنا وعملنا اسم كويس. برافو عليك. وعندنا يعني السيرفيس بتاعنا ممتاز الحمد لله رب العالمين، بشهادة كل زبائننا الكور. اكيد، والدليل على هذا انه 25 سنة من التميز والنجاح، اكيد السمعة سابقة الاسم. وخلينا نتعرف اكثر عن خدماتكم الحمد لله رب استاذ عصام، ونعرف المشاهدين اكثر اللي ما بيعرفوا مرسيدس ار اس. نعم. عن الخدمات الموجودة داخل هذا الكراج المتميز، تفضل. طبعا احنا بنعمل كل حاجة في المرسيدس، سيارات المرسيدس، من الابرة للصاروخ زي ما بيقولوا، من الالف للياء، من ميكانيكا وكهرباء والكترونيات وصبغ وسمكرة الى اخره يعني. جميع ما تحتاجه السياره، خلينا جميع ما تحتاجه السياره اللي هو المرسيدسات كله هون، سواء موديل قديم او موديل جديد، كله انتم بتتعاملوا معه، من كلاسيك لديليتس موديل. اها حلو. حلو، جميل، ما شاء الله عندكم. طبعا سؤال كثير مهم عن التميز اللي انتم اكتسبتوه بالرغم من المنافسه الشديده. اكيد 25 سنه من التميز والنجاح ما اجت الخبره، خلينا نحكي بلاش او هيك، اكيد الخبره بدها تعب، بدها مثابره، بدها سهر. فخبرنا كيف انت قدرت تحقق هذا النجاح في هذا السوق الضخم والمنافس، تفضل. طبعا الكوميتمنت او الديسيبلين مهم جدا انك انت تنجح في حياتك. طبعا عايز المثابره وعايز الهارد ورك زي ما بيقولوا. صحيح. فانا يعني اشتغلت اخر 25 سنه، كنت من الصبح بدري، من 8 صباحا ل 8 مساء. ما شاء الله. وانا يعني راجل مش صغير في العمر، وما زلت الى هذه اللحظه بشتغل. يعني انا عمري ما يقرب من 72 سنة. ما شاء الله، الصحة والعافية يا رب. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. فالإنسان لازم ياخد حياته جد ومثابرة وشغل. أحسنت. بيوصل. أحسنت. يعني من سار على الدرب وصل. صحيح، برافو عليك. طبعا هاي النصيحة أنا بتمنى أنه يأخذوا فيها الشباب الناشئين أو اللي بدهم يدخلوا في بزنس جديد. خلينا نتعرف على الرؤية المستقبلية لإلك كبزنس مان ناجح وطموح. من خبرتك شو هلأ حنشوف مرسيدس ار اس بعد سنتين او ثلاث؟ خبرنا اكثر. يعني ان شاء الله باذن الله احنا الخطة بتاعتنا ان احنا يعني خلال سنتين او شيء بنفتح كمان فرع في منطقة القوز. حلو، عشان تغذي المنطقة هنا. نعم، لان هي منطقة صناعية طبعا من الدرجة الاولى، وفيها طبعا منافسة كبيرة، ولكن احنا طبعا على اساس ان احنا في السوق بقالنا 25 سنة كأصحاب الخبرة بالضبط نقدر ننافس يعني. بالضبط. وإحنا طبعا بندي كل الضمانات للعملاء، يعني لو عملنا سيرفيس أو مينتنانس أو ريبير لأي سيارة، تصليح، بندي عليها 3 شهور وارنتي، بحيث إنه السيارة لو صار أي شيء بالنسبة للتصليح اللي إحنا عملناه بيرجع، وبن
بنعمل له نفس الشغلانه فري. حلو، طبعا هاي النقطه كثير مهمه لانه جدا يعني 80 او 90% من الجراجات اللي احنا بنعرفهم انه يا اما ما بعطيك ضماني او بعطيك ضماني شهر. خلينا نفترض احنا بندي يعني ضمان 3 شهور يعني فعليا. جديده هاي الفكره. نعم، بندي ضمان كافي بحيث ان احنا نكتسب ثقه العميل فعليا. صحيح، والحمد لله رب العالمين. خلاص بيكون بيس اوف مايند العميل، يعني فيش عنده هيدك مثلا لو بالزبط. انه يعني انه يخاف انه يخاطر انه فعليا. وبعدين بندي ضمانات غير كده، بندي كل السبير بارتس او قطع الغيار كلها اصليه. حلو. 100%. والا طبعا اذا الزبون طلب او العميل طلب ان هو لان طبعا الجينوين او الاوريجينال بارتس بتكون غاليه اللي هي بتيجي من الوكاله، فطبعا بنحاول نساعده بقدر الامكان ان احنا لو هو طلب تخفيض المبلغ بنحاول نشوف له افتر ماركت، يعني قطع غيار تكون مثلا المانيه بس مش بسعر اقل، مش اوريجينال من المرسيدس كامباني ولكن كومبرابل، يعني تقريبا نفس اقل شويه من الكواليتي بس طبعا ارخص بالنسبه للسعر، وده بعض الناس بيدوروا على السعر. طبعا معظم الناس اللي عنده مرسيدس عايز طبعا جينوين بارتس، حتى لو غاليه شويه مش مشكله، ولكن اللي بيمتلك مرسيدس بيكون تكون عزيز عليه السياره. صحيح، فبيديها احسن ما عنده بالضبط. يعني. بالضبط، كل حيلته وفتيلته زي ما بيحكوها بحط بالسياره لانها له بالنهايه وبحبها. صحيح. فعليا طبعا. صح. ان شاء الله بنتمنى انه نشوف مرسيدس ار اس بكل الميدل ايست مش بس هون بالامارات، لانكم بتستحقوا تكونوا ناجحين بحياتكم. استاذ عصام الان كبزنس مان عايش بدوله الامارات اكيد تعرف انه دوله الامارات رقم 1 بالعالم تنعم بالامن والامان بالرفاهيه بالبيئه الاستثماريه، فاحنا بدنا رساله شكر لشيوخنا وحكامنا الكرام من مرسيدس ار اس من الاستاذ عصام كاونر لهي الشركه. تفضل. طبعا بالنسبه للامن والامان، يعني هذه البلد تعتبر من اكثر دول العالم امنا وامانا. نعم صحيح، وده اللي بيخلينا عايشين مبسوطين ومطمنين على حياتنا وعلى اموالنا وعلى كل شيء، لانه طبعا الامن والامان هي من اهم النقاط في حياه اي نعم. بشر يعني. صحيح 100%. فالحمد لله يعني الحكام في منتهى النجاح، وبندعي لهم دائما بالتوفيق يعني. صحيح، واحنا من قناه اي بي سي العربيه بنتشكر شيوخنا وحكامنا الكرام، نتشكر دولة الإمارات حكومة وشعبا. نعم. نتشكرك أيضا أستاذ عصام لاستقبالك الرائع لإلنا في الشركة الخاصة بحضرتكم. نعم، ملناش أي حاجة يعني. حبيبي تسلم لي ما شاء الله. كنا نتمنى نقوم بالواجب أكثر من كده والله. حبيبي ما شاء الله عنكم، سلامتكم من القصور. قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك موقع الشركة وين إحنا موجودين بدبي. تفضل. إحنا موجودين across the road from البادية. نعم، وكمان فيستيفال سيتي، احنا اكروس ذا رود برضه فروم فيستيفال سيتي اون ذا سيرفيس رود، يعني خلينا نحكي المنطقه كثير معروفه ومشهوره. نعم. اللي هي امرمول كمان. نعم. بالقرب من الفيستيفال سيتي. مشاهدينا الكرام طبعا الويب سايت باسفل الشاشه مع اللوكيشن والارقام تواصل لمرسيدس ار اس. بتشكرك استاذ عصام مره اخرى لوقتك الثمين. اهلا وسهلا، شكرا لك، تشرف في اي وقت والله. الله يسعدك، تسلم لي، ربنا يكرمك ويخليك. مشاهدينا الكرام الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي العربيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.